الحديث الأخير يروي بلفظين شيخ الحبيب: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وفي رواية جاءت: إذا تمنى أحدكم. هما بمعنى واحد، معنى السؤال. نعم نعم، أنا قرأتها بلفظين عشان كده سألت، قلت بلفظين. اتفضل. نعم، صحة الحديث الشيخ الأخير. عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. معناه يشهد لهذا المعنى.